الحادثة غير هذا، ولكن عندما نفكر بما يجب على السمكة تجاوزه خلال الطريق الذي تسلكه من المحيط إلى هذا الحوض، فإن هذا التفسير يبدو مستحيلا. فحتى تستطيع السلمون العودة إلى المزرعة التي ولدت فيها، عليها أن تبدأ رحلة شاقة من هذه النقطة، أي ملتقى نهر بريري كريك مع المحيط. ثم على السمكة أن تسبح ضد التيار مسافة 5 كيلومترات وتأتي أول مفترق نهر، وكان عليها أن تتجه إلى الشمال بعد اتخاذها القرار الصحيح في اختيار المفترق، وبعد مدة تصل إلى مفترق يصعب على السمكة اختيار طريقها فيه لتشابه الطرق عليه تشابها كبيرا. وكانت المزرعة التي ولدت فيها وسط الاتجاهين على المفترق. أول ما يخطر في البال أن السمكة ستختار الجهة اليمنى، لأن مياه المزرعة تجري من الجهة اليمنى، ولكنها اختارت الجهة اليسرى وبدأت الاقتراب من مكان ولادتها من الجهة الخلفية للمزرعة. وكان سبب هذا القرار المحير سرا مخفيا تحت الطريق العام العابر من المنطقة. كانت هناك قناة تحت الطريق العام لإفراغ المياه الزائدة لمزرعة تربية الأسماك. في الأوقات العادية لم يكن هناك إلا ماء قليل لا يصل إلى النهر، بل كانت تشربه الأرض. أما في تلك السنة هطلت أمطار غزيرة، وبسبب هذه الأمطار وصلت القناة بالنهر، وهذا الجريان الخفيف كان كافيا للسلمون بأن تهتدي إلى طريقها. لعل السمكة خرجت من النهر ودخلت في القناة وتقدمت على طولها متابعة للرائحة التي كانت تعرفها، وكان عليها أن تسبح وتزحف في الماء الذي كان عمقه يتراوح بين 5 إلى 10 سنتيمترات، ثم تجد الطريق الصحيح ضمن الأنابيب المعقدة في النفق. وعلى الرغم من نجاحها حتى الآن، لكنها ستواجه فخا آخر. لقد انحصرت في القناة الإسمنتية داخل الممر الخشبي في المزرعة، ولكنها لا تستسلم. لقد وجدت من الأنبوب الذي قطره 12 سنتيمترا طريقا موصولا إلى الحوض، فتقدمت طوال هذا الأنبوب لتلتقي بحاجز أخير، ألا وهو الشبك المعدني في نهاية الأنبوب. استمرت في المحاولة واستطاعت أن تجتاز هذا الحاجز بضربات من رأسها القاسي. وفي نهاية هذه الرحلة التي لا تصدق، وصلت سلمون إلى الحوض الصغير الذي ولدت فيه قبل سنتين. حدد عمال المزرعة وجهة سير السمكة في المزرعة، وجال بخاطرهم سؤال: ترى هل كانت هناك غير هذه السمكة حاولت الرجوع إلى موطنها؟ ربما نجد شيئا. بادروا إلى فك أخشاب الممر الخشبي ونظروا إلى القناة تحته، وعادوا للدهشة. لقد كانت 70 من أسماك السلمون موجودة في القناة، كلها تحمل شعار المزرعة نفسها. ما حدث لأسماك السلمون في هذه الحكاية العجيبة يعطينا براهين على خلق الله تعالى. وإذا تأملنا نجد كل هذا الاجتياز الذي حققته السلمون لم يكن عبثا، وإنما كان محسوبا بدقة،
أولا وجود برنامج آمر لعودة السلمون بعد سنتين إلى مجرى الماء الذي ولدت فيه، وهذا وحده يعد معجزة كبيرة. ثانيا تحديد السلمون لجهتها بدقة عن طريق نظام بوصلة طبيعية في المحيط الضخم. ثالثا وجود النظام المتميز للشم عندها، وهذا لا يمكن أن يكون مصادفة من المصادفات. كل هذا يوضح أن السلمون كائن خلقه الله تعالى بنظامه الفريد الذي يوجه مسيره بكل دقة. وخالق السلمون سبحانه وتعالى هو خالق الكائنات كلها وبديع السماوات والأرض رب العالمين. النحلة واحدة من أغرب الكائنات في الطبيعة، تقدم الضيافة لنا من العسل الذي تنتجه بنفسها. تعيش النحل في بيوت لها تبنيها بجهد كبير على شكل جماعات. في داخل كل خلية هناك عشرات الآلاف من الخلايا المسدسة لتخزين العسل. النحل مكلفة بجمع رحيق الأزهار الذي هو نواة العسل لتعبئة هذه الخلايا بالعسل، وذلك يتطلب منها أقصى درجات المشقة. أظهرت نتائج آخر البحوث أنه لإنتاج نصف كيلوغرام من العسل على النحل أن تمر على 4 ملايين زهرة واحدة واحدة. مع أن تحديد مكان هذه الأزهار وحده عمل شاق. توزع النحلات فيما بينها هذه المهام بين الاستكشاف والإخبار. بمقارنة أحجام هذه النحلات مع الأماكن الفسيحة نتعجب. كيف تهتدي النحل إلى طريقها متجهة إلى منابت الأزهار؟ كيف تعود إلى خلاياها دون أن تضل طرقها أو تتردد فيها؟ كيف تبين للنحلات الأخرى في خليتها منابت الأزهار؟ وكلما بحثنا في مثل هذه الأسئلة نكتشف حقائق مدهشة. ترون على الشاشة نحلة وجدت منبت أزهار. مهمة هذه النحلة المخبرة العودة إلى خليتها وتعريف مكان الأزهار لنحلات أخرى. في البدء تذيق رفيقاتها قطعا صغيرة من الرحيق الذي جمعته من تلك الأزهار، وهذا يعطي النحلات الأخرى معلومات عن جودته. ثم تبدأ بعملها الأهم وهو تعريف النحلات بالجهة. تقوم النحلة بعملية التعريف بأسلوب عجيب جدا، إنه الرقص.